عمر المدرسة وعمر الطفولة. بالتأكيد، يتوقع البعض أن عملية تربية الأبناء عملية سهلة خالية من العقبات، لكنها في حقيقتها عملية صعبة تحتاج إلى دراية وأساليب تربوية تعتمد على وعي وإدارة سليمة لإفراد الأسرة للوصول بهم إلى بر الأمان. من خلال هذه الفقرة مشاهدينا يطرح فيه صباح السعودية لائحة الضبط السلوكي داخل الأسرة. سوف نتحدث مشاهدينا عن مفهوم الضبط السلوكي مع الحفاظ على الكرامة وأهمية الحفاظ على تقدير الذات عند أبنائنا وفي داخل الأسرة. كل هذا وأكثر مشاهدينا نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو المدرب والمستشار الإداري والتربوي الدكتور محمد العامري. أسعد الله صباحك دكتور. أهلا ومرحبا بكم. يعني ممكن نتحدث عن يعني كيف نستطيع أن نضبط وما هو مفهوم الضبط السلوكي لدى الطفل؟ كلمة ضبط عادة عندما ننطق كلمة ضبط يظهر نوع من النفور نحوها، إنه كأنه الضبط يعني شيء من وضع صرامة، وضع حزم، وضع يعني قواعد على السلوك. بينما كلمة الضبط نقصد به هنا التعويد، هي تعويد السلوك الإيجابي عند الطفل. نعم. تعويد هذا الطفل على أن يمارس سلوك إيجابي موجه منذ الطفولة، حتى لا نضطر عندما يصل مرحلة المراهقة أو في سن 12 أو 13 سنة أن نبدأ في عملية الضبط، وبالتالي يحصل نفور الطفل من الأسرة. جميل. نعم، يعني أكيد هناك قوانين معينة ممكن أن نضعها ضمن هذه اللائحة. المعروف عن الضبط السلوكي هو في داخل المدرسة، لكن كيف ممكن أن نحول هذه اللائحة ونطوعها فيما يتناسب مع البيت وبداية من عمر الطفل فيه مرحلة صغيرة؟ كل التربويين يعني يجمعون على أنه بداية الضبط يبدأ من الأسرة ويمتد للمدرسة. اللي يحصل عندنا في المدرسة نحط لائحة عشان نضبط السلوك الموجود كممارسات بين الأقران، لكن داخل الأسرة نحتاج أن نسوي أيضا شيء مشابه له، نتفق عليها كاتفاقية لضبط السلوك الأطفال داخل الأسرة بين الأطفال أنفسهم، يراعي فيه السلوك الفردي ويراعي فيه السلوك الجماعي. طبعا في الأسرة الآن الآباء منهم ثلاثة أنماط، في آباء لما يبدأوا يحطوا قواعد يكونوا قاسين جدا. نعم. وهذا يكون لهم سببين، أما السبب الأول أنه حرص زائد على تطبيق القيم والمبادئ بصرامة شديدة تؤدي للنفور، أو السبب الثاني في القسوة قد يكون عدم المعرفة الجيدة بعملية التربية أو أمراض موجودة عند الأب أو الأم في عملية التربية، هو يحاول أنه يقرص الضغط الموجود عنده في العمل يحطه على أبنائه. النوع الثاني لا، عكسهم تماما، ناس ما عندهم قسوة، عندهم تفريط مطلق في التربية، وبالتالي لا توجد قواعد للسلوك ولا توجد أنماط للسلوك موجهة ولا يوجد أي قواعد. فالطفل يتفاجأ عندما يخرج الحياة أنه يحتاج يتعلم بعض المهارات الحياتية اللي هي ينقصها، من ضمنها أنه يستطيع أن يضبط نفسه، يستطيع أن يضبط ماله، يستطيع أن يضبط قدراته، يستطيع أن ينظم ذاته. النوع الثالث هو الموجه اللي احنا نتكلم عنه، اللي هو عملية الضبط المقنن أو ما نسميها التوازن، التوازن ما بين القسوة والانفتاح الكامل، وهذا نحن نبغى نسوي له لائحة يكون يرضى فيها الطفل ويشارك فيها الطفل في بنائها. يعني الواحد يتحدث عن ضبط سلوكي كأنك تقول والله تقييد، تنازل عن بعض الأشياء والحرية اللي موجودة لدى الطفل، يعني منعه عن ممارسة بعض الأشياء اللي هو يرغبها ويحببها لعمره وفئة عمره السنية. نعم، احنا دائما عندنا في عملية الضبط في عندنا أمرين، جانب ممتع وجانب مفيد عند الطالب. مثلا القراءة، أن الطالب يقرأ كتابه هذا شيء مفيد، لعب البلايستيشن شيء ممتع. جيد، نحن نستطيع أن نربط ما بين القراءة الآن وبين لعب البلايستيشن، بحيث يصبح أنه إذا أنت قرأت وأكملت درسك أستطيع أن أعطيك مرحلة لأن تمارس اللعب. بكذا نبدأ الآن نشكل السلوك. نحن ما نريد ليس وضع قوانين على الطفل، ليس تحجيم الطفل، نحن ما نريده وضع ربط للسلوك الإيجابي مع سلوك آخر حتى يحصل عندنا نوع من الترابط، يعني ربط بين الممتع وبين المفيد. نحن ما نريده أن الطفل يعني هو يحب السلوك الإيجابي، نحن نريد أن الطفل يقيم ويعرف لماذا هو يضرب، لماذا هو يعاقب. إشكالية الآن تحصل عند كثير من أبنائنا، ينخفض عندهم مستوى تقدير الذات لأنه يعاقب ولا يعرف لماذا هو عوقب. يعني يتم ضرب الطفل لمجرد أنه الأب رأى أن هذا السلوك خاطئ. طب الطفل يحتاج يكون عنده معايير، هذا ما نسميها اللائحة. اللائحة دورها أنها تساعد في وضع معايير، يعرف الطفل ما هو السلوك المرغوب، ما هو السلوك الصح، إذا أنا فعلت كذا ماذا سأحصل عليه، إذا فعلت شيء خاطئ ما الذي سأحصل عليه. بالتأكيد، وهنا يكون واعي هو إذا أقدم على تصرف معين إيش المقابل لهذا التصرف، ويصير يحمل مسؤولية أكيد تجاه كل تصرف يقوم فيه. كيف نضع هذه اللائحة؟ كيف يعني طبعا لكل مرحلة عمرية، لأن الأطفال بتختلف أكيد في المراحل، وأهمية وضع الضوابط لكل مرحلة، كيف نضعها وكيف نفهم أبنائنا أن هذه اللائحة اللي حنمشي عليها كلنا كأسرة وهذا هو الممكن وهذا هو اللي حيكون يعني كنتيجة مقابلة له؟ يا سلام. أول شيء نحتاجه اتفاق بين الأب والأم،
لأن أكبر مشكلة بتواجهها اللائحة في وضعها أو بعدين في تطبيقها، إن يجب أن يكون عندنا اتفاق بين الأب والأم واحد على أنه جميع ما سيوضع في اللائحة متفق عليهم سوية، فماش الأب يضع قانون ثم الأم تنتهك القانون أو أنه العكس يحصل، لازم أن يكونوا متفقين تماما. رقم اثنين أنه لابد أن الأب والأم يلتزمون بهذه اللائحة، لأنه في الأصل الطفل بيتعلم من سلوكهم، فلابد أن يكون عندنا إطار قدوة يشاهدونه ويحاكونه. رقم ثلاثة، لابد أن يكون عندنا نوع من القيادة داخل الأسرة، نسلم أنه في أمور إذا زي شعرت معاوية، إذا أنت الآن شديت كأب أنا في هذه الحالة ما سأفعل، سأحاول أن يكون عندي نوع من الليونة. صحيح. ثم بعد ذلك نبدأ نقسم مراحل عمر الطفل من 18 سنة ننزل لأسفل، عندنا الخمس سنة الأولى سنتعامل بها بأسلوب، الخمس سنة الثانية سنتعامل بأسلوب، ثم بعد ذلك ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك بنحط خمس سنوات. الخمس سنوات الأولى نحاول فيها نحط قواعد أساسية صغيرة، فيها مثلا أنه إذا هو لعب لعبه انتثر، نحاول نقول له لو أنت جمعت لعبك سنعطيك فرصة لأنك مثلا أنك تمارس سلوك معي، سأعطيك حلوة معينة، سأجلس معك أكثر، لو أنك فرشت أسنانك ستطلع معنا اليوم. هذه في الجلسات الأولى. نحط كرسي في البيت، كرسي صغير ندرب عليه الطفل، نسميه كرسي العقاب. لو هو مثلا الطفل كسر لعبة أخوه أو شيء، سأجلسه على هذا الكرسي مدة نص دقيقة، ليس أضرب، إنما فقط أعرفه أنه هذا السلوك سيتم عليه العقاب. إذا اعتدى على أخوه بالضرب يجب أني أنا أحضره حتى عند أخوه ويشاهد التخميش اللي حصل في وجه أخوه أو الجروح اللي حصلت، وأوريه أن الناس يضربون وبالتالي هذا الضرب يؤدي لجروح حتى هو يعرف لماذا نحن عاقبنا. صحيح. ثم أجلسه على هذا الكرسي. بعد فوق الخمس سنوات لا، هذا أصبحوا عندهم قدرة أن يعون، هذا نجلس معهم على طاولة مستديرة، نجلس نشكل إحنا وياهم على لوحة من الفلين إيش هي الأشياء المحاصلة معنا، مثلا لو فرشت أسناني ماذا سأحصل عليه، إذا لم أفرش أسناني ما الذي سأحصل عليه، ونكتب اسمها سارة، حسام، سارة اليوم حصل على كذا لأنه حصل كذا، ونعلقها على الجدار ونخليها في المرحلة الأولى الخمس سنوات. هدفنا فيها التعويد، نعودهم على هذه اللائحة والسلوكيات اللي راح تتم فيها. ثم نأتي في بعد عشر سنوات، مفترض أن الطفل أصبح عنده نوع من التعود، خاصة إذا كنا نحن حازمين وصارمين. نعم. فنبدأ بعد ذلك نبدأ نعمم أكثر في العلاقات الاجتماعية خارج الأسرة، ثم العلاقات في التفاعل داخل المدرسة. طيب. ثم في عملية تنظيم وقته. يعني في بعض الأطفال ممكن الآن يعني أحد الأمهات أو الأباء يقول والله أنا ابني متمرد، يعني مستحيل والله لن يضبط، سواء حطيت له لائحة ما حطيت له هو طبعه كذا. نعم، عندنا شيء مهم جدا اللي حنسميه الاعتقادات المسبقة عن الطفل. هذا الابن، يعني أنا دائما يأتونا في ناس يسألون سؤال يقول لك والله ابني كثير الحركة في البيت، ابني كثير الأسئلة. لو تلاحظ كثير الحركة كثير الأسئلة كلها علامات تدل على الذكاء. نعم. المشكلة عندنا في موضوع المقارنة، أنت تقارن ابنك هذا بمن؟ تقارنه بطفل آخر أو تريد أنك تربي كما تربيت. بنقول شيء مهم جدا، لو أن أحدنا اليوم اشترى موبايل أو اشترى جوال أو اشترى جهاز تكييف أو اشترى جهاز ثلاجة، سيعنى الليل كله أنه يقرأ الكتالوج، أليس كذلك؟ صحيح. المهم جدا الآن على الآباء أنهم يعرفون اليوم عندنا متغيرات جديدة، تقنية جديدة، تطور جديد، تغييرات على مستوى المدرسة، تغييرات على مستوى المجتمع. يجب أن نقرأ في الأمور النفسية. التربية مثلها مثل الطائر، له جناحين، جناح علم وجناح هو الفن. نقول هذا الأب إذا كان ابنك متمرد فعندنا أيضا وسائل أخرى. نعم. في وسائل أخرى للضرب، لكن يجب أن نعرف أن الضرب وحده ليس الأسلوب الأنجع. صحيح. وأيضا نحن لا نقول لا تضرب، لكن نقول وجه الضرب. صحيح. نعم، وحاول تفسر يعني العقوبة هذه لماذا تمت، لكي يكون الطفل مشارك أيضا يعني فيما بعد في وضع التصور للتصرف اللي هو قام فيه. ما أهمية أيضا إشراك الطفل في تحديد العقوبة، إشراك الطفل في وضع اللائحة هذه، يكون هو ما هو فقط يعني عنصر رح ينفذها إنما مشارك في وضعها ووضع بنودها. أكيد. الطفل متى سيتقبل هذه اللائحة ويشعر بالرضا عنها ويشعر بالتسامح؟ إذا عرف ما هي بنود هذه اللائحة وكيف تم وضعها، حتى لو كانت بنود بسيطة، مثلا نسأله سؤال بابا يعني أنت لو يعني فرشت أسنانك إيش تحب نسوي، نقوم نعطيك خيارات متاحة من عنده. اليوم أبنائنا عندهم قدرة على الطلاقة اللفظية بشكل كبير، فقط نحتاج نثق فيهم ونحاورهم. صحيح. الطفل عندما نحط العقوبات بالاتفاق معه، حتى لو كانت عقوبات بداية تبدأ بسيطة، يدرك خطورتها ويدرك أهميتها ويدرك أهمية الالتزام بها، وحتى يتقبل العقاب الذي سيحصل. جميل. هذا حتى لا يؤثر على تقديره ذاته. راح استمر معك ولكن نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، ثم نعود. شعري خشن وغير لامع، فيك تلاقي لي طريقة لصالحه؟ نعم، بلسم صنسلك المغذي الجديد رح يعيد إصلاح شعرك ليخليه لامع وناعم. تمتع بشعر لامع رائع كل يوم. جديد من صنسلك، بلسم مغذي. هنا
يبدأ سحر ليبتون كلير جرين الجديد. نلتقي أندر الأوراق الخضراء لفنجان غني بالكاتيكانز ومذاق جديد أحلى وأكثر انتعاشاً. وهنا يستمر سحر ليبتون. ليبتون كلير جرين الجديد، إحساس رائع بالخفة والحيوية. لازلنا معكم مشاهدينا في صباح السعودية، ولازلنا أكيد نتحدث عن لائحة الضبط السلوكي لعلاج الخلافات وأيضا لضبط أبنائنا. ونسعد مرة ثانية وترحيب بضيفنا دكتور محمد العامري، المدرب والمستشار الإداري والتربوي. مرة ثانية صباح الخير يا دكتور. صباح. وكنا بنتحدث أكيد عن هذه اللائحة وأهميتها من أجل ضبط أبنائنا. خلينا نتحدث عن جانب مهم في وضع اللائحة، واللي هو تقدير أبنائنا وأيضا أعطائهم الثقة الكاملة ليكونوا أشخاص يعتمد عليهم، شعورهم بهذا التقدير. يعني كل ما احنا اعطيناهم تقديرنا لاي درجه ممكن ياثر على تقديرهم لذاتهم، وبالتالي امتلاك هذه الثقه والشجاعه ان هم قادرين على يعني الوقوف كاشخاص كبار في كل المواقف. اللي نبغى نقوله للاباء اليوم انه الكلام اللي نتكلم عنه قد يكون بالنسبه لبعض الاباء يرون انه تنظيري، لان هم منغرسين في عمليه ممارسه التربيه الان، فيرون انه نتكلم عنه شيء تنظيري. لكن سؤالي لهم، انت ما الذي تريده من ابنك عندما يصل عمره 18 سنه؟ هل تريد شخص عنده القدره ان يكون عنده شخصيه مستقله، عنده القدره على مصارعه الحياه وتحمل المسؤوليه، ام تريد يكون عندك شخص غير قادر على التوافق مع المجتمع؟ الكلام اللي احنا نتكلم عنه الان يخفف التوتر، يخفف الضغط على ابنك، يخلي ابنك عنده كرامه، يخلي ابنك عنده تقدير للذات، يعتمد عليه ويعتمد عليه. لذلك تقدير الذات امر مهم جدا. نحن هدفنا الان من هذه اللائحه ان ما نجعل عندنا ابن ما عنده تقدير الذات. سؤال، ما هي مكونات تقدير الذات عند الابن؟ خمسه مكونات يجمع علماء النفس ان هذه الخمسه مكونات هي اللي تكون تقدير الذات عند الابن. كلها تبدا بكلمه شعور واحد، ان يشعر الابن بانه عنده هدف لحياته، ان يشعر الابن بانه عنده هويه خاصه به، أن يشعر الابن بالأمان. ولاحظوا هذه الأمان بشكل كبير، أنه يحتاج الابن أن يعرف لماذا يضرب ولماذا يعاقب. أن يشعر الابن بأنه عنده القدرة على الجدارة، أنه عنده جدارة خاصة به، عنده مهارات خاصة به، أنه نثق فيه. الخامسة، أن يشعر الابن بأنه لديه القدرة على الاستقلالية والاعتماد على ذاته. هذه الأمور الخمسة كلها تتأثر بشكل كبير لو ضربنا الطفل دون وجود سبب للضرب، لو أهلنا الطفل وقلنا له كلمات نابية قد تجرحه دون معرفة سبب هذه الكلمة، لو نحن مارسنا مع الطفل نوع من العنف والتجريح أمام الآخرين. وذلك يجب أن نحافظ على كرامة هذا الابن من خلال لائحة هو يعرف لماذا نحن نضربه، ونتصارع فيها ونقويها بشكل أكبر. جميل. احنا نتمنى ان شاء الله انه نصل الى هذا الوعي، وان بالتاكيد تكون هناك قوانين في داخل الاسره تضبط هؤلاء الاطفال وتضبط افراد الاسره بشكل عام. المستشار والمدرب الاداري والتربوي الدكتور حمد العامري، شكرا لك على هذه المعلومات. الله يجزيك. شكرا جزيلا لوجودك معنا. اكيد نتمنى ان شاء الله تكون امهات اليوم استفادت من هذا الموضوع، وتحاول فعلا يعني بالاتفاق مع الاب. طبعا العمليه لا بتكون فيها توازن، انهم يوضعوا هذه اللائحه ونحاول قدر الامكان يمكن يكون فعلا لها اثر ايجابي. خلينا نحاول مع ابنائنا، وبالتالي حيكون لها انعكاس كبير لهم عليهم حتى في المدرسه، مثل ما ذكر الدكتور انها حتبدا من المنزل وحتروح للمدرسه. ونتمنى ان شاء الله الحياه السعيده لكل ابنائنا. بالتأكيد. ومن ضمن عناوين فقراتنا في صباح السعودي سنتعرف على أثار الخرج وعاصمة الألبان وسلة الغذاء، سنتعرف عليها في هذا اليوم وفي ساعتنا الأخرى.